رحب فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. قصة لمعنى اليوم قصة ما لها علاقة لا بالتسامح ولا بالمصالحة ولا بالخلاف ولا أي شيء، هي قصة عرفان جميل رح نحكيها، ولكن بالأول بنستقبل صاحب المبادرة إبراهيم. أهلا إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا إبراهيم. أهلا. كيف أحوالك؟ الحمد لله. كيف أحوال المغرب؟ والله الحمد. ناشد. أنت من وين؟ من المغرب؟ من كازا البيضاء. من كازا الدار البيضاء. قديش عمرك اليوم؟ 28. 28؟ آه. 28 سنة. إبراهيم، يعني بعتقد إنه هالقصة عم تأثر فيكم. إبراهيم يتيم، توفت أمه لما كان عمره 3 سنوات. بعد 3 سنوات اكتشفوا الأطباء أنه في عنده مرض له علاقة بزواج القربة. أمه وأبوه كانوا قرايب، أولاد عم. هذا المرض كان توقف النمو عند الطفل، بقى من ذلك الوقت إبراهيم لم ينمو بشكل طبيعي، وكانت تتقدم به السن ولكن حجمه لم ينمو، ولكن عقله نما وعقله بفكر زي أي شاب بعمر 28. إبراهيم حاب يجي إلى استوديو طبعا من خلال مراسلتنا الموجودة في المغرب اللي هي عم تبحث عن قصص، حاب يجي حتى يقدم شكر إلى ناس أحاطوه بالرعاية بالعاطفة بالمحبة، ساعدوه بكل مسار حياته بكل أحواله الجسدية والشخصية والنفسية والروحية، اعتبروا فرد من أفراد العائلة على مدى 28 سنة. جاي يقدم لهم شكر، شكر علني، صح يا إبراهيم؟ نعم. شكر لبيت عمك وابن عمك ربيع. نعم. نحن بعتنا له دعوة كتاب إلى ربيع حتى يجي إلى استوديو. طبعا ربيع مش عارف انك انت هون، ولا هو عارف انه راح يجي حتى انت تتشكره. فخلينا نشوف اذا كان ربيع تسلم الدعوة وقبل الدعوة وسيأتي من كازا الى استوديو. طلع بالشاشة. السلام عليكم أستاذ جورج، احنا مرة أخرى بمدينة الدار البيضاء، والآن غنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال ربيع مصدق باش نعطيوه الدعوة ديالو. يلا معايا نشوفوه واش كاين. دار ديال ربيع سلام عليكم. إذن رسالتنا إلى ربيع وصلت، ونشكر كمان مراسلتنا هناك أو نسميها ساعية البريد اللي هيك حبت تفرجينا شوي الدار البيضاء وجمال المغرب. على كل حال ربيع صار هون، معناها ربيع موجود في الخارج، بس بذكركم أنه
هذه القصة مش قصة تسامح ولا طلب السماح ولا الاعتذار ولا المصالحة ولا شيء، هي قصة وفاء. إجا هذا الشاب إبراهيم مصدق، إجا من المغرب حتى يقول شكرا لعائلة حضنته، هي عائلة عمه بشخص ابن عمه ربيع. بقى بنستقبل ربيع. أهلا بربيع. ازيك ربيع؟ تفضل تفضل تفضل. كيف أخبارك ربيع؟ أول مرة الحمد لله. الحمد لله. مالك خايف؟ لا ما خايف. لا في مباحث هنا ولا في شرطة ولا في أمن، في مثل ما شايف الجمهور الحلو نحن وأنت. الحمد لله. إيه أخبار المغرب؟ أول مرة الحمد لله. كيف التأس عندكم الحال حاليا؟ شوية حر. بدأ الحر؟ حر شوية شوية. شوية. متزوج؟ لا. بعد شو بتشتغل؟ أنا ما بشتغلش. ما بتشتغل؟ شو بتعمل طيب؟ ولا شيء؟ في البيت؟ في البيت قابل واحد أخ ديالي. عندك أخ ثاني؟ شو بتعمل بالبيت وشو اهتماماتك؟ هيك بتقعد بالبيت؟ اهتماماتي بالأخ ديالي ووالدين ديالي صار. نعم. هو اهتماماتي يعني قابل واحد أخ ديالي. علي صوتك شوي لأنه مش عم. قابل واحد أخ ديالي. نعم. مريض مقعد. اخ هو؟ اخ. نعم. قبل واحد الاخ ديالي. نعم. مقعد وخص لي ساعد. تهتم فيه انت دائما؟ دائما بجنب. بجنبه. الله يبارك فيك. اللهم. سم به كان بحال موقع ولا شي حاجه. نعم. كان مطيع لي ولا شي. ولا شي حاجه يعوم ولا شي حاجه مثلا يمشي. انت كل شيء. انت كل شيء. كل شيء. نمشي ندوره ونمشي بحال ما كن. وسوق قلق شويه. درست دخلت المدرسه. دخلت المدرسه. شو درست؟ درس المدرسة ثانوية. ثانوية. رحت على الجامعة؟ دخلت الجامعة؟ لا الجامعة ما دخلت الجامعة. عندك أصدقاء تخرج بتروح بتجي؟ لا ما في. كرس وقتك لهذا الأخ المقعد. 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 شو اسمه؟ اسمه إبراهيم. إبراهيم. أنت عارف ليش جاي على الاستوديو؟ جي قال لي كاين واحد المسابقه ديال برامج مسابقات. وجي ان شاء الله نشارك في المسابقه ان شاء الله وناوي نادي. تركت ابراهيم؟ خليته. خليته مين معه؟ خليته في البيت. في حد يهتم فيه؟ ايه كاين اخويا الاصغر مني يهتم. وصيته كيفاش يهتم بيه وكيفاش حتى. نعم نعم نعم. وجيت لهذه المسابقه كنتمنى من الله. يعني اللي قالوا لك انه في مسابقات مش عارف ليه قالوا لك. قالوا لي كاين واحد المسابقه ديال برامج. برامج. قالوا لي هنا في مصر. بس خلاص خلصت هاي المسابقه. وقفناها. يعني يا ريت اشتركت معنا بالمسابقه وكنت ربحت شوي. بس شو بدنا نعمل؟ هلا انت موجود هون لسبب اهم من المسابقه. والحقيقة مش أنا دعيتك، في شخص هو دعاك حب يدعيك لأنك تستاهل. لأنك تستاهل. بس قبل ما أقول لك مين الشخص، شاكك بحدا أنت؟ لا مش شاكك بحدا. طب خلينا نشوف سوا مين هو الشخص اللي دعاك. طلع بالشاشة. ربوع انت انسان عظيم، انت بتستاهل كل الخير. وانت يا ربيع انت واللي حواليك وابوك كمان الله رح بيجازيكم خير. ابراهيم بعت لك جواب شكر، يعني قال لصديقتنا أسماء هي اللي دونت الرسالة اللي حب يعبر فيها عن عواطفه تجاهك تجاه كل العائلة، وكلفوني أنا أقرأ لك إياها.
ما جيتش اطلب الشكر ديالو، انا جيت لاساس مسابقه. لا انت مش طالب، هو طالب. انت مش طالب، هو اللي جاي يتشكرك. مش قادر يعبر لك بطريقه مختلفه، حب انه من خلال هذا البرنامج ان يعبر لك عن عرفانه بالجميل. شعر راح بقرا لك الرساله، راح بوقف الى جانب ابراهيم. انت خليك، انت خليك هنا وانا بقراها من جانب ابراهيم. ابراهيم هذه رسالتك. تسمح لي اقراها لربيع؟ بقول لك ابن عمي العزيز بل اخي الحبيب ربيع، كثيرا ما توقفت امام عباره شهيره هي رب اخ لم تلده لك امك، مدركا انها عباره حقيقيه وصادقه. فانت لست باخي، لكنك اكثر من اخي. صحيح نحن اقارب وانت ابن عمي، لكنني لم اعرف او اقرا او اسمع عن ابن عم فعل معي ما فعلته انت، وما فعله عمي العزيز وعائلتك التي هي عائلتي. ومن خلالك أوجه شكري وعرفاني لعمي ولجميع أفراد العائلة. شو اسمه عمك؟ مصطفى. مصطفى أخي ربيع. اسمه مصطفى. مصطفى أخي ربيع، كنتم يدي، عم بيقول، التي آكل بها وقدمي التي أتحرك بها وعيني التي ترى الدنيا جميلة لأنكم معي فيها. لم تتركوني ولم تملوا مني ولم تهجروني كما قد يفعل البعض، أو تلقون بي لداري رعاية خاصة بعيدا عن حضنكم وحبكم الذي عوضني عن كل شيء. كنتم ولا زلتم ابتسامتي الخالصة، وحين كنت أبكي كنتم أول من يمسح دموعي، حتى تذكروني أن الله عز وجل موجود وأنه أرسلكم لي لأظل حيا معتزا بنفسي وعاشقا لكم وحامدا إياه على فضله الكبير. برافو عليك يا ربيع. صحيح أن هذا البرنامج اسمه المسامح كريم، وصحيح أنه لإصلاح ذات البين، لكنني اليوم آتي لأقول لكم أمام الكاميرات وأمام الدنيا كلها شكرا لكم يا أخوتي ويا عائلتي. جزاكم الله خيرا على ما فعلتموه بي معي، وأسكنكم الله جنة الخلد جزاء رعايتكم لي. إبراهيم. نعم. حلو الكلام. الحمد لله. بعرف انه اسماء ساعدتك على الكتابة. نعم. بس معبر جدا. الحمد لله. وانا بتشكرك لانك جيت. نعم. وتكبرت عناء السفر. شرفت الى استوديو هون حتى تتشكر ابن عمك وعمك وكل العائلة والاسرة اللي حملوك وحضنوك منذ ان كنت يتيم. الحمد لله. الله يبارك فيك. رح نفتح الستار. افتحوا الستار. هو موجود هنا، هو موجود هنا. الله يجازيكم والله يعطيك قد نيتك وإيمانك. إبراهيم نعمل عائلة. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. ولا بترجع مع ربيع على المغرب. الله يوفقكم. يعني فعلا قلت لكم حتكون مؤثرة. جمهورنا عم بيبكي. يلا على كل حال بالتوفيق ربيع، فيك تاخده وترجعوا سوا. والله يبارك، الله يبارك فيك.
والله انا شايف الشباب بجمهورنا عم يبكوا اكثر من السيدات. على كل حال معلش هيدي رساله انه المعاق لا يجب ان يترك. المعاق يجب ان تمد له الايدي، ان يعتني به المجتمع، ان نعتني به، لانه هنالك جزاء من المجتمع ومن الله. نبقى مع المسامح كريم ان شاء الله بقصه تانيه. ابقوا معنا.